هلا بالربع. اليوم جينا بفيديو جديد وموضوع مهم، مستقبل هاي القناة وطريقة التنزيل والألعاب اللي حنزلها مستقبلا. فأول موضوع اللي حنحكي فيه واللي هو إنه لعبة كول أوف ديوتي حنوقفها بهاي القناة بسبب الوضع الموجود بلبنان. كهربا ما في، وإنترنت إذا اجت الكهربا بيكون كتير عاطل، فقررت إنه وقفها. يعني ما يعني في لاج، حي على طول حيكون في لاج، ويعني ما حكون مبسوط. يعني كل ساعتين حتنقطع الكهرباء و يعني حيكون الفيديو كتير بشع ومش ما بينحضر. اما تاني موضوع اللي حنحكي فيه اما تاني موضوع فهو حنصير ننزل عن هاي اللعبة. انا منزل عنها 3 فيديوهات بعتقد بالقناة، واللي هي زاكروتو، بعتقد في كتير منكم بيعرفها، لعبة العالم المفتوح، هي خريطة أمريكا موجودة بهاي اللعبة. فيني روح مطرح ما بدي بحيال السيارة بدي اياها بشوارع أمريكا وهالشغلات. ف يعني بعد ما وقفنا وارزون قلت شو بدي يصير، نزل لقيت عندي هالسي دي ما بدها كتير انترنت خارق لحتى تمشي، فقلت ليش ما بنزل عنها، نعمل هيك فيديوهات مهضومة، جيم بلاي بس صارت في السيارات من السريع من شفت، نعمل يعني حركات بالفيديو سلاسل ممكن نكتشفها بعدين. فقلت ليش لا، فحصير نزل بإذن الله فيديوهين بالجمعة أو 3 حسب، بس انه على الأغلب فيديوهين، ما بعرف أي متى بعدين بقرر، يا تنين جمعة أو هاي يعني بشي يوم بقولكم. المهم يعني بتمنى اللي بحبنا يدعمنا، واللي ما بحبنا في شي للسبسكرايب ما يقعد يصبنا، لأنه يعني عقلتي خرا يعني دغري عم بمزح.